عمليات البحث ما زالت مستمرة عن نجيد في الأبنية التي خلفي وأيضا في الأبنية الأخرى المدمرة في ولاية غازي عنتاب. هذه العمليات أيضا مستمرة في باقي الولايات والمدن التي تعرضت للزلزال والتي هي 10 مدن بحسب الإحصاءات الرسمية. بالنسبة للمكان الذي أقف فيه، بالفعل تم صباح اليوم إنقاذ أو إخراج 7 أشخاص من تحت الأنقاض، 6 منهم كانوا على قيد الحياة، وهذا أعطى دفعة أمل أكثر لفريق الإنقاذ للعمل أكثر وأكثر، وهو الذي واصل العمل خلال الليل كله. أيضا تم إخراج ما لا يقل عن 11 جثة يتم نقلها عبر سيارات الجنازات إلى المكان المخصص لاستقبالهم ومن ثم تسليمهم لذويهم. في الحقيقة في باقي الأماكن طبعا أعداد الوفيات هي أكبر بكثير من أعداد الأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو إخراجهم أحياء من تحت هذه الأنقاض. حتى الآن نحن نتحدث عن ما يقارب 77 ساعة مرت على الكارثة، وبالتالي يعني إمكانية الحياة لمن كان هو تحت الأنقاض يعني هي إمكانية ضئيلة، غير أن هذه الأبنية تحوي في أسفلها البعض منها طبعا يحوي أوتوبارك للسيارات، وبالتالي ربما ناس نزلت إلى الطوابق السفلى وإلى هذه الأوتوباركات، وبالتالي لم يصل إليهم الردم بشكل كامل. كان هناك فراغات هوائية يعيش بها يعني هؤلاء ويحاولون أن يستمروا في حياتهم. أحد الضحايا تم إخراجه أيضا حيا من ولاية هاتاي، وكان يتحدث بأنه كان يحاول خلال 70 ساعة الماضية يلف نفسه بما توفر أمامه من يعني ثياب، وكان يستمع إلى صوت حفيده في المكان الآخر ولا يستطيع الوصول إليه، وبعد ساعات أيضا تمكنوا من إخراج حفيده حيا.